سبب وفاة المغرد الشامخ أبو خالد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بنبأ وفاة الشامخ والذي يمتلك حسابا على منصة تويتر، وبات مشهورا ومعروفا بشكل كبير عند عدد كبير من النشطاء وخاصة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبدأ عدد كبير من النشطاء في السعودية وغيرها بالبحث عن سبب وفاة المغرد الشامخ أبو خالد، وانتشر خبر وفاته كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي وسط تأكد على حسن سيرته وعطائه وطريقة الحوار والنقاش التي يتحدث بها على منصة تويتر. وأما عن سبب وفاته يعود لتعرضه لنوبة قلبية ألمت به خلال الساعات الماضية، حيث نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أن الأطباء أقروا بوفاته، وكانت حالته الصحية قد تدهورت قبل أسبوع وبدأ رحلة العلاج في أحد المستشفيات، إلا أنه توفي مساء اليوم الجمعة. وكانت آخر تغريدة كتبها الشامخ أبو خالد بتاريخ 1 فبراير: أسأل الله أن يجعل لي ولكم ويرزقنا جميعا نعيم الدنيا والآخرة.